مرور سنة على تولي مجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة طبعا الأسطورة محمود الخطيب، هوجه كلمة تحديدا للكابتن محمود الخطيب. مهما حصل، رصيدك كبير جدا عند جمهور النادي الأهلي، رصيد جماعته كلاعب وكإداري وعضو مجلس إدارة ونائب الرئيس، رصيد ما ينفعش يخلص أو يقل بسهولة. وعلى مدار سنة كان فيه إيجابيات وأكيد كان فيه سلبيات، لكن جمهور الأهلي ممكن يمحيها وهو في انتظار ده لما يرجع تاني يشوف الأهلي الحقيقي مرعب، الفريق الفرق المصرية والعربية والأفريقية، كل ده بقيادة ديبو الإداري العظيم زي ما كان سبب في إسعادهم كلاعب عظيم. يناير فرصة جديدة جدا إن شاء الله يا كابتن، وحضرتك قدها وقدود إن شاء الله عشان يبقى فيه صفقات والفريق يرجع تاني أقوى مما كان. وعارفين إن حضرتك يا كابتن بتتحارب من كل اتجاه، وفاهمين ومتأكدين إن في حملة مغرضة لإسقاط الفريق وضياع هيبته ومحو تاريخه، وعارفين كمان إن الهدف الأساسي عندهم إسقاط حضرتك من على كرسي الرئيس. ومش بس كده، عايزين يطلعوك من قلب كل أهلاوي وعاشق للكيان عن طريق تشويه صورتك قصاد الجماهير، لكن دول ما يعرفوش العلاقة اللي بين الأهلاوية وبيبو، من المستحيل اختراقها. محدش يا كابتن هيقدر ينجح في ده، لأنهم مش عارفين يعني إيه الأهلي وقيمة الأهلي وشعبية وجماهير الأهلي اللي هتقف بكل قوة وراك على المرة قبل الحلوة، واثقين الأهلي بخير، وإن مفيش حد هيحب الأهلي أكتر منك يا بيبو.